الاخوان ديال الغشه، الاخوان ديال البيع او الشرايه، الاخوان بحال هذا الصندوق هذا، البطاطا كدير ب 100 درهم الصندوق، في المتا كيجيو هما كيبيعوا لك الكيلو 4 دراهم، ولكن هو في الحقيقه كيدير غير 2 دراهم. هذه هي الطريقه الاولى ديال الغش، بحال تيقول لك انا مشيت شي حراقي غادي نزيد واحد 3 دراهم في الكيلو ولا 2 دراهم في الكيلو. هذا الاخوان الطريقه الاولانيه ديال الغش. انا الاخوان ما كنعممش على كل شيء، ولكن المهم نقولوا قد الاغلبيه كيديروا هذه الطريقه هذه، كيمشيو شي حراقي كيزيدوا الثمن. والمهم الاخوان حنايا من غش هنا فليس منا. اليوم في هذا الفيديو الاخوان غادي نوريكم ثلاثه ديال الطرق ديال الغش في هذه السلعه هذه ديال البطاطا مطيشه، المهم ديال الخضره الاخوان. المهم انا وريتكم الطريقه الاولانيه، تيقول كنمشي حراقي انا كنزيد الثمن باش نترزق على الله وداك الشيء. المهم هذه كدير 2 دراهم خاصها تبقى 2 دراهم، المهم ربحنا فيها درهم الكيلو الحامدين الشاكرين. اجا الاخوان دابا غنوريكم الطريقه الثانيه، خاصكم تحضيو منها راسكم. انا دابا غادي نعمر لكم كيلو الاخوان، ها هو كيلو الاخوان كما كتشوفوا، ها هو كيلو الاخوان. ضرب لي هنا اخي شاكي بالميزان، ضرب لي هنايا، ها هو الاخوان غادي نعبر لكم كيلو، غادي تشوفوا بعينيكم الطريقه ديال الغش. ها هي الاخوان، ها هي كيلو الاخوان. ياك انت كتشوف هنا في الجهه الاخرى كتشوف حتى هي كيلو، ولكن ملي كيبغي هو يخشي لك اللعيبه هاك هو تنقص الشيا، تيحط لك الميكا تنقص واحد 4 الحبات، ملي كيرجع في الميزان ها هي 800 غرام الاخوان. هذه هي الطريقه الثانيه ديال الغش. هما الاخوان انا تنقول لهاد الناس باش يديروا الانتباه شي حداهم، فهمتيني؟ ما تغشنيش اخويا، انا خلصت كيلو عطيتك 4 درهم في الكيلو 3 دراهم، ما تغشني ما حتى شي حاجه، عطيني كيلو ديال الاخوان. هذه الاخوان هي الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه هي اللي كيديروها فهمتيني النصابه المحترفين الاخوان، وفهمتيني ما كيخافش الله سبحانه وتعالى، غادي نوريوها لكم حتى هي ان شاء الله باذن الله. وهذه الطريقه هذه المهم الا بان لكم فيها شويه ديال هذا الشاش خاصكم تحضيو مع البياع والشراي، الا لقيتو كيديروها عيطوا للبوليس الاخوان باش ما يبقاش ينصب على عباد الله وما يبقاش يغش للناس الاخوان. ممكن ما كتشوفوها الاخوان كتكون هي بحال الاخوان باش ما يبقاش ينصب على عباد الله وما يبقاش يغش للناس الاخوان. ممكن ما كتشوفوها الاخوان كتكون هي بحال هذه الاخوان، ها كيجيبوهم هذه ديال الميزان كيحطوا هنايا واحد الهندة الاخوان ولا واحد العيار في هذه البلاصه هذا الاخوان، تيحطوا واحد الهندة ولا واحد العيار. ملي كيحطوا لك الهندة واحد العيار كيجيو كيحطوا بحال هكا، ملي كيحطوا ديك الهندة كتكون زايده هنايا واحد 20 غرام، ضرب هنا اخي شاكيب كتكون زايده هنا واحد 300 غرام بحال هكا. كيجيو لهاد اللعيبات هذا كيديروا هاد اللعيبه ديال ها كيضربوا الزيرو كيديروا البوان وكيديروا الواحد، هادي شتيا شتيا الاخوان وكيديروا التير. هاد اللعيبه هادي الاخوان هنايا كتزاد 100 غرام، تولي ناقص 100 غرام الاخوان. وهذه هي الطريقه الاخوان اللي خطيره خطيره بزاف. انا كنصح البياع والشراي اي واحد كان تيدير شي طرق ديال الغش في هادشي ديال الميزان، راه شوف الله ما غاديش ييسر ليك وما غاديش تطول بزاف هادشي. لهذا تيقول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين، الله سبحانه وتعالى هذا صوره كامله على الميزان. لهذا انا بغيت نوري للناس، نوري البياع والشراي طرق الغش وهذاك الشيء الاخوان، وحنا ما بغينا حتى شي واحد اللي يبقى يغش في هادشي. صافي البطاطا انا كنبيع ب 3 دراهم، غادي تبقى ب 3 دراهم ان شاء الله باذن الله، بلا ما نزيدوا شي ثمن ولا حتى شي حاجه. المهم الاخوان تبارك الله عليكم الاخوان والله يعاونكم.